من أنا وصغير حلمي أقدر أتحكم بكل شي بدي إياه بكبسة زر. أنا بحب شي واحد بس، خرب كل شي بتحبه. وقت اللي بيكون خصمك ولد أعدائك جاي مثل الكلب لعندك، لازم تطبطب له وتراعيه لينفذ مصالحك. تشيكميت ماي دارلينج. يلي فيها وجع وقهر، يلي فيها عزف على جروح الناس وحناجرهم. مهند ديد هو بطل الوطن وضابط صادق في الجيش، وحاليا هو احد ابرز عناصر المخابرات السريه. وصار حقيقة.